حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن حبيب بن مخنف قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة قال وهو يقول هل تعرفونها قال فما أدري ما رجع عليه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم على كل بيت أن يذبحوا شاة في كل رجب وكل أضحى شاة. حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون قال أنبأني أبو رملة عن مخناف بن سليمين قال روح الغامدي قال ونحن وقوف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على أهلي كل بيت في كل عامين أضحاة وعطيرة أتدرون ما العطيرة هي التي يسميها الناس الرجبية